بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في منصة تعلم. اليوم حناخد درس عن الـ Word Art الـ PowerPoint. نقوم بفتح الـ PowerPoint، بعدين من Insert عندنا هنا Word Art. أنا هختار أي شكل، مثلا هذا، وأكتب مثلا منصة تعلم. شلون استخدم ويا مثلا اريد افكت معين؟ عندك هنا شادو، اذا مثل ما نلاحظ شلون ده يتغير، كثير من الاوبشنات. مثل ما تلاحظون جميع الإفكت الموجودة في الوورد آرت. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.